السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، نحن عند بوفكر الجعيدي في الأربعة السويهلة بمراكش. كي تشوفوا معنا تبارك الله هاد الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس مالين الموتور كبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا معنا هاد الخيرات في الأربعة السويهلة في مراكش نوريوها العيالات رجالة بنات ولاد، وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان. عاد أبو بكر الجعيدي راجل مخير واللحم محمر كي تشوفوا تبارك الله تاع الشواق هنا في الأربعة السويهلة بمراكش. هذا عبد الطيف ولدو الناس مخيرين وشي حاجة. واحد الدرية بنتي بغات كي تشوفوا أبو بكر الجعيدي تبارك الله هاد الخيرات تاع الشواء عند أبو بكر الجعيدي هما وعبد الطيف شي حاجة رفيعة ومليحة ومحمرة تبارك الله. كي تشوفوا معنا في الأربعة السويهلة بمراكش هاد الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيت المرجان. كما قال هاد السيد الخيورات تبارك الله هنايا في الأربعة السويهلة بمراكش كي تشوفوا هذاك الشيء محمر تبارك الله وزين. ونحييو أحبابنا في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن كما تنقولوا عيالات الرجال بنات ولاد. أهلا وسهلا بكم جميع الأحباب تونا. تبارك الله شي حاجة رفيعة عند أبو بكر الجعيدي راجل مخير هنا في الأربعة السويهلة بمراكش كما تنوريكم الأحباب تونا. واللي ما عرفش مراكش فين كاين، كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرات نوريو لأحبابنا في المكان. كي تشوفوا معنا عند أبو بكر الجعيدي شي حاجة محمرة وزينة تتبان ليا وأنا مرتين جيعان ولا كيفاش، ومازال غنسولو على تمينة ونعطيكم الهاتف تاعو إن شاء الله. واللي خاصو شي حاجة من الشواق أو بغى يشوي أو بغى الشواق هذا الراجل مخير هنايا في الأربعة السويهلة مراكش وبنساسي تتكون في بنساسي ولحد راس العين. هما وعبد اللطيف الناس مخيرين الناس زينين تبارك الله. كي تشوفوا هنايا في الأربعة السويهلة بمراكش هاد الخيرات نوريوها الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا كبير صغير. تبارك الله تشير وراء ديما شوي عشق واخا اليوغي انا طاحوا ماشي مشكل باش نوري الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. سي عبد الطيب باش تعطينا اثمنه ان شاء الله ولا ابو بكر الجعيدي. شكرا لك هاد صديق تيمد لينا باش كنا ريوكنا. تحياتي لي قويه هاد الراجل وراجل مخير هما وعبد الطيف الوالد تاعو راجل بالصحه والراحه كما قال. اهلا وسهلا الاحباب تاعنا هنايا في الأربعة السويهلة مراكش كي تشوفوا معنا الشواق المحمر والزين. نبداو مع الكباب هاد الخيرات تاع الكباب تاع هو هنايا في مع الشوا في الأربعة السويهلة من مراكش كي تشوفوا معنا. تبارك الله سي عبد الطيف هذا ود بو بكر الجعيدي راجل مخير والناس زينين هنا في الأربعة السويهلة من مراكش. عندهم كباب والشوا كيفاش تبارك الله تشوفوه هنايا راجل مخير وراجل زين وهذاك الشيء محمر وزين. بشحال هاد الكباب؟ 120 درهم الكيلو.
في الكبده في هذاك الشيء بكل شيء لي تبارك الله. ولحم الراس الراس بعتوه بشحال بعتوه تقريبا 60 درهم تبارك الله. وهذا قلت لي 2400 الكيلو 120 درهم كما تشوفوا. هاد الخيرات تاع الكباب وهاد الخيرات تاع الشوا الشوا 160 درهم شحال سي عبد 160 درهم تيقول لنا عبد اللطيف هنايا في الاربع السويهله في مراكش تبارك الله. هاد ابو بكر تشوف اللحم كي داير محمر وتيبان هذاك الشيء زين تبارك الله. ابو بكر الجعيدي وعبد الطيف ولدو الناس مخيرين هنا في الاربع السويهله بمراكش ديما تنصورهم وديما عندهم شي حاجه رفيعه. الله يحفظك سي عبد الطيف. شكرا سي عبد الطيف الله يحفظك. راجل طيب وراجل مخيرين والناس والراجل قديم في الشوا ماشي الله تيتعلم او هادي عنده شي حاجه رفيعه وممتازه كي تشوفوا معنا في الاربع السويهله في مراكش. الخيرات القهوه كاين الشوا هنايا هذاك الشيء على حسب السوق الاسبوعي بمدينه السوق الاسبوعي بمدينه مراكش. هذا السوق محسوب على مراكش الاربع السويهله تبارك الله. راجل طيب وراجل مخير كما تشوفوا الحباب تاعنا هنايا الناس ياكلوا البقع والشرايه والجزاره والناس كما كان تيكون عند ابو بكر. راجل مخير راجل زين. بشحال سي ابو بكر بعتوا الشوا اليوم؟ 3200 16000 فرنك 160 درهم باش كاين الشوا تبارك الله. شي حاجه رفيعه ومليحه كي تشوفوا معنا تبارك الله. هذا الراجل راجل مخير كي تشوفوا معنا في الاربع السويهله في مراكش. تبارك الله شي حاجه رفيعه عنده. واخا سيدي توا تصور معاكم كلي. مرحبا 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 مرحبا. ياخذ هذا الرجل الشوا وكان مصور معنا في قناه الزيتون مرجان كان مصور معنا عند مول الشوا. هذا الرجل هذا هو احسن شوا في الاربع السويله على حسابك. احسن شوا في الاربع السويله. انا كليت وانت مازال ما تفردي ليا ياك الباقي البنا تابعاني في ياك 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 بعد هذاك الشيء زين ماشي مشكل داك الشيء زين داك الشيء تبارك الله. هذا مليح ويعطيه الصحة. ما عندي ما نقول هذا الراجل تشكر هذا الراجل هنايا في لعبة السويهلة. كنشكرو 100%. الله يحفظك شكرا لك. انت تعاوننا تعاوننا بهذا الرجل. دابا انا كليت وكملت ونط فهمتي مو حدش بعدي واقيلا. لا هذه ما كنت نزيد راه ما بقات فيها شحال. الله الا كملت بعدي ما تسالش. بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. الله يحفظك شكرا لك شكرا لك. في الاربع السويله كما قال ابو بكر الجعيدي ولدو عبد الطيف الناس مخيرين واللي بغاو الشوا يشوي ليهم واللي بغاو الشوا الطيب يجيبوا ليهم. هذاك الشيء اللي بغاو الاحباب تاعنا لا كان شي واحد خاصو الشوا او بغى يشوي. هاد الناس راهم الناس مخيرين والناس رفاع في الاربع السويله بمراكش. مازال غناخذوا التليفون يبقى الشاشه ان شاء الله باش اللي كان شي مشاهد قناه زيتون مرجان بغى مني شوينيه ولا بغى الشواق. هاد الناس راهم مخيرين هنا في الاربع السويله بمراكش كي تشوفوا معنا تبارك الله. سي عبد الطيف غتعطينا التليفون لا بغى شي واحد؟ اما تنسمعك غير هضر معايا تنسمعك. اهضر تنسمع زيد. هذا الرقم تاعك الجو تاعك تاعك زيد 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 اللي خاصو طيب وبغى يطيب. هاد الراجل كيفاش قال لكم لا خاصو طيب ولا بغى يطيب غادي نتفاهموا ويكون ان شاء الله خير. والناس كما قلنا الراجل راه قديم قال لك باع الشواق شحال بات يا سي بوك ب 6 دراهم باش باع الشيء. باعوا ب 6 دراهم. هاد الراجل قديم ويعرف يشوي ويعرف يطيب النوع اللي بغيتي تاع الطياب يصوبوا تبارك الله. هاد الراجل مخير هنايا في الاربع السويهله
من مراكش وعبد الطيب حتى هو راجل مخير، كان التلميذ صغير ولا دابا فيه راجل مخيرين، والناس دراوش كي تشوفوا معنا في الاربع سويهله بمراكش. تبارك الله. ايه كونتروار كان زين، وكان هذاك الشيء رفيع ممتاز. اهلا سي رشيد، كلتي بصحة وراحة سيد؟ صحتك سي رشيد. هذا تقول تبيع شريف البقر، وجاو هما البيضاوي، جاو عند ابو بكر الجعيدي. شتو البيضاوي؟ شتو؟ كي جاكم الشوا تاع الجعيدي؟ ها؟ هذا اللي كان ياك مشرف ياك كلبي ضوي كان الشوا. وشكر سي بكر الجعيدي كما تنقولوا تحنايا الحباب تونا فين ما كانوا، داخل الوطن او خارج الوطن، اهلا وسهلا بكم جميعا هنايا عند هذا الرجل. عطيتيني النمرات بجوج صافي هما هادوك، الله يسر ليكم.